حول مدى المعرفة الهائلة التي توصل إليها البابليون من خلال ممارسة شعائرهم الدينية، تقدم لنا الطبيبة مارتا هاوسبرجر من ميونخ تقريرا عن ذلك. فهي تنتمي لمجموعة الأخصائيين القلائل الذين يستطيعون تفكيك الكتابة المسمارية، والمذهل أنه وفي كل مرة تواجه الخبيرة فقرات من النص تظهر معلومات طبية كبيرة وقواعد عملية لحالات الطوارئ، ومنها اضطرابات الدورة الدموية. على المريض وضع رأسه إلى تحت ورجليه إلى فوق، اضرب خديه وتحدث معه باستمرار، عندها سيتحسن. العناية بالمريض نفسيا وضع بالمرتبة الأولى في أكثر النصوص، وغالبا كانت موجودة ضمنيا بتطرعات الكهنة للمريض. وكان لدى الأطباء البابليين معرفة رفيعة المستوى وطبابة ناجحة قبل 2500 عام. عند حدوث ألم في المعدة ينصح بحقنة من الأعشاب في الشرج، كذلك كتبت بالتفصيل العمليات الجراحية في البطن. فهل نتعلم شيئا من طب البابليين اليوم؟ أعتقد أنه في العصور القديمة أعطي المريض إرشادات أكثر، لأنه لم يكن هناك إمكانية للعلاجات الكثيرة، ولم يكن هذا متوفرا بعد. لذلك كان يجب الاستماع للمريض جيدا وإعطاؤه الشعور بأن أحدا ما بقربه للمساعدة. تتفجر عنده جميع الفطائن بالجسد بشكل إيجابي، ويستطيع عندها الجسد مقاومة المرض. وأعتقد أن هذه الأشياء ننظر إليها اليوم.